اليوم كنا اليوم الرابع من عملية فجر الجيوش باشر وحدات الجيش الإيطالية اعتبارا من فجر اليوم ضحط قطاع جوي كثيف إذا مدفع كثيف أيضا تنفيذ المرحلة الثالثة من الهجوم ضد ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي في جرود القاع وذلك على محورين حيث تمكنت في نهاية هذا النهار من تحقيق هدفها وهو إحكام السيطرة على كامل البقعة الشمالية لجبهة القتال حتى الحدود اللبنانية السورية كما تم تدمير جميع مراكز الإرهابيين وتحصيناتهم وأسلحتهم في هذه البقعة والقضاء على أعداد كبيرة منهم فيما لا زال باقون بالفرار إلى خارج المنطقة. هذه المنطقة اللي على بتربط بين الحدود اللبنانية والسورية اللي شايفينها آخر شيء على الشمال من هالخريطة هي بقت عملياتنا كانت اليوم. وهذه كلها المنطقة استعادة أو فات الجيش على جميع المراكز الإرهابية داعش داخل هالمنطقة هاي وطردهم منها. الإنجازات الميدانية دمرنا 9 مراكز إرهابيين بهذه المنطقة تحتوي على مغاور وأنفاق وخنادق اتصال وتحصينات وأسلحة مختلفة. تم ضبط كميات من الأسلحة والزخائر والمتفجرات. المساحة اللي سيطر عليها الجيش نتيجة العمليات حوالي 20 كيلومتر مربع. وبتبلغ المساحة المحررة منذ بدء معركة فجر الجرود والعمليات التمهيدية نحو 100 كيلومتر مربع من أصل 20 كيلومتر مربع. يعني المتبقي لنا بالعمليات العسكرية هو 20 كيلومتر مربع وادي منطقة وادي مربيط. كمان الهندسي اشتغلت كتير اليوم إن كان شق طرقات ولا إزالة ألغام وفتح ثغرات وهي عم تقوم بتفتيش البقعة المحررة وتنظيفها من الألغام والزخائر والأشيام المشبوهة شق الطرقات جديدة. وهلأ تستعد الوحدات الإيطالية لمتابعة تنفيذ عملية فجر الجرود والعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن. نرجع منشدد نحن ضمن تعليمات قيادة الجيش على احترام قانون الدولي الإنساني تجاه الإتاف. هذا الجيش واليوم عملنا لكم بيان شهيد سقطنا شهيد وأربع جرحى نتيجة انفجار نصفية مفخخة بآلية عسكرية. هاي المراكز الضربات الجوية اللي نفذت اليوم ضد مجموعات داعش كمية الأسلحة والزخائر اللي تم ضبطها من مخلفاتهم من أسلحة وذخائر ونشوف الألغام الفردية اللي كانوا يستعملوها الصواعق والأنابل. هذا تقدم وحداتنا اليوم والطرقات اللي شقتها وحدات الهندسة تقدم الوحدات الإيطالية للجيش اليوم.
هلا كمان بتشوف الفيلم كل نهار بالتالي طويل وصعب ضد افراد داعش على الارهاب ومنظمة داعش الارهابية. سلاح الجو الرميات الارضية اثناء العمل الهجومية. وشق الطرقات للسماح لقواتنا بالتقدم باتجاه مراكز ارهابيه داعش. اثناء الاعمال القتاليه استخدام مدفعيه الأرض الصارية اللي عم نقاتل فيها وطبيعة الأرض المنطقة قد شيء قاسي وقد هي مرتفعات وتلال ومنخفضات وديان.
مختلف مجموعات داعش الأخيرة. وعم بينقلوا القتل طبعاً نتيجة القصف والاستهدافهم برميات المدفعية وطيارة. هل ما تبقى العشرين كيلومتر المتبقية بوادي مرطبية هي الأصعب أم الأسهل؟ وثانياً عم تذكر بالبريفينج إنه إما هربوا وإما قتلوا، أليس هناك من أسرى؟ ومن ستوقفون لتحصلوا على معلومات حول العسكريين المخطوفين؟ شكراً. نحن لدي التاريخ بالأعمال التالية بعد ما عنا ولا أي موقوف أو أي شيء موقوف من مجموعات داعش الإرهابية. هلا بمنطقة مرتبية المعركة بتفرض حالها، بنشوف قديش شو بصير عنا قتال هونيك، مو بيفرض حاله، الوضع بيفرض حاله. كمان معلومات عن العسكري؟ ما عندنا لحديث هلا أي معلومة عن العسكري. مش حضرتك حكيت عن 20 كيلومتر مربع متبقي لمرتبية ودنيا، هيدي المنطقة هي متداخلة مع الحدود السورية، فهل الجيش اللبناني هو يعني رح يتولى هيدي المنطقة؟ نحن من أول نهار قلنا نوصل حتى الحدود اللبنانية السورية تبعاً للخرائط موجودة عنا ونتوقف هون. بحسب الخرائط هيدي المنطقة؟ حسب الخرائط الموجودة عنا نصل حتى الحدود اللبنانية السورية ونتوقف هون. جنرال، بالنسبة لما يحصل الآن في صيدا جنوب لبنان وما يحصل من تقدم لأبطالنا للجيش اللبناني، هل له علاقة معينة فيما بينهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن نجد بعد متابعتنا للمؤتمرات الصحفية لحضرتكم نرى أنهم ينسحبون ولا يهاجمون الجيش، يعني نراهم ينسحبون دائما ينسحبون إلى الخلف، هل هذا يوجد تفسير عسكري بهذا الموضوع؟ شكرا. بالنسبة الأول من سؤالك، هذا مش ضمن المؤتمر، نحن عم نحكي عن عملية فجر الجروح، موضوع عن الحلوي مستعد كليا. سؤالك تلا عم بيقتلونا، واليوم كان في قتال عنيف بينهم وبينهم على الكاف، منطقة الكاف، وانسحبوا نتيجة الدمايات الجوية وانقتل أصلا منهم. بس نحن رح أقولكم شغلة، نحن الجثث اللي عم نحصل عليها ما رح نعرضها ولا رح نوزعها، أول شيء لأن عملا بأوانين حول الإنسان. من أول المعركة كان من المتوقع أنه بحدود 600 إرهابي، من 600 كم واحد صار مين؟ بس بلش المعركة نتيجة القتل نتيجة الفرار، ما بقى في عنا عدد دقيق بهالموضوع. كيف ينظر اليوم المجتمع الدولي؟ على الميكرو إذا سمحت، على الميكرو. بس تسأل المجتمع الدولي. نحن بنعرف انه المجتمع الدولي عينه على الجيش اللبناني اليوم بهذه المعركة، ماذا تقولون؟ تفضل. خلص المواقف الدولية كلها مرحبة لما يقوم به الجيش اللبناني نتيجة محاربته للإرهاب. هذه المعركة ضد الإرهاب، ضد تنظيم داعش الإرهابي، في تأييد دولي وفي يعني مساند دولي للجيش اللبناني بهالمهمة اللي عم بقوم فيها. يقال بلغة التحليل بينهم اليوم انه الحزب حزب الله خفف من جهته الضغط ينسحبوا كل المسلحين لعنده، وعلى اساسه يصير في تسويه معهم، تسويه مع، شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ نحن عم نحكي شو صار معنا على الجبهه اللبنانيه. جنرال
من بعد ما تم رفض شرقي عرسان براس بعلبك وإخلاء وادي حميد وانتقل عدد من المسلحين بدون سلاحهم إلى الداخل اللبناني، يعني شو اللي في ضمانات أو شو اللي بيضمن إنه ما يرجع تتكرر هيدي الموجة الإرهاب اللي كانت بوادي حميد وترجع ترتد على الداخل؟ الجيش هو بيضمنها، الجيش بكره يعني بنعلن إنه آخر نهار معقول 20 كيلومتر حسب مصادر المعركة، حسب مصادر المعركة ما بننسب الامور يعني. جنرال عنصر اذا ما في توقيفات واذا الاغلبيه هي من القتلى او يلي عم بيهربوا، اي طرقات للتسجيل هي مفتوحه طالما اذا كان الاعلام الحربي والسوري يوزع صور لتضييق الخناق وانتم توزعون صور لتضييق الخناق وتقولوا انه مطوقين، فاذا بعد في ممرات مفتوحه امامهم للهروب الى الداخل السوري. وثانيا شفنا بالفيديوهات اعترافات واستسلام لمسلحين من داعش لحزب الله وللجيش السوري، الم يتحرك الجيش للسؤال عن عسكريين المخطوفين ومصيرهم من خلال هذه التوقيفات؟ الجيش ولا باي لحظه من اللحظات نسي موضوع العسكريين المخطوفين ولا باي لحظه، وهذا الهاجس الرئيسي تبعنا. واستخلص المعركة إذا ما بين معنا شيء بكل حادث حديث. هلا خلينا نخلص المعركة. بس الهاجس الكبير والأساسي تبعنا هو العسكريين المخطوفين. باتيسيا. شكرا. أوكي يعطيكم العافية.